انا قلت هجاوب فيه في لايف وعشان وعدتهم. موضوع ان تبقى بنت يعني جايبة صرفة وابوها صارف وامها وجايبة منحة او هي بتسد في المنحة لو هي في امريكا او في اوروبا منحة دراسة بما يفوق 100,000 او 200,000 اورو او 200,000 باوند استرليني او اقل شيء بيبقى 120 مثلا، وتيجي عشان تخش طب تخصصات طب وصيدلة واسنان وهندسة، وتيجي البنت تعمل كده او تستلف او تفضل تسد في القرض بتاع الدراسة او الاب ياخد عشان يعمل، وتطلع طبيبة ويجي الزوج يقعدها. شوف انا انتوا عارفين طبعا ان انا من مؤيدين قال الله وقال الرسول، تمام، ومن مؤيدين تماما ان احنا لو اتوفر لنا وسائل المعيشة، ركزوا معايا عشان الكلام انا عارفة كويس اللي بيصطادوا في المية العكرة، ان لو توفر عند المرأة وهي راضية نفسها انها تقعد وتكفل ماديا معنويا عاطفيا معززة مكرمة، والله شل نروح لسبا هنا ونطلع من الحمام التركي على هنا عادي، وقاعدين بقى البشر يعني وننزل دعوة براحتنا، نروح مساجد يعني براحتنا. لكن المرأة في الغرب انا قلت لكم في اول اللايف مجبرة، مجبرة معظمهم طبعا مش كلهم لكن معظمهم الجل فوق اللي نتكلم فوق 90% مجبرة انها تنزل لسوق العمل. فما تيجي تعمل كل الكلام ده خالص وبعدين يجي زوج يقول لها قعدك، اوكي قعدها لكن يكفيها ماديا، هل هتعوضها على اللي كانت بتقبضه؟ يعني مثلا بتقبض ما لا يقل مثلا من 60 ل 90 طبيبه في بريطانيا مثلا، الحد الادنى 60 او 70، تعمل هل هتقدر توفر لها بدل ما بتدفع انت 1500 باوند ايجار وتوفر لها الامر ده؟ انا وعدتك ان انا هجاوبك على اللايف علشان الفريق التاني يسمع وجهه النظر واديني بعمله، تمام؟ انا ما يعني بحب اما بوعد اوفي. انت هتكفلها بهذا الامر؟ هتجيب لها مكان وتكفيها ذل السؤال ان مفيش حليب ومفيش خبز هتكفيها هذا الامر يعني؟ طيب هي طلعت لسوق، هل هتعينها بما ان هي بتساعد في قلب البيت فانت هتعينها في قلب البيت؟ الامور دي محتاجه مراجعات، وانا اعتقد ان المجلس الفقهي الاوروبي وموقعه موجود ارجعوا للامر ده، هم لسه عندهم فضل الله كان امبارح والنهارده وفي بكره وبعده مؤتمر في مانشستر فضل الله تعالى، والله ما بارك عاملين شغل هيل. فانتوا لو انت اسمعوا الفتوى منهم لان كل دوله وكل مكان له فتاويه خاصه بيه بما قال الله وقال الرسول تحت ديننا، ماشي؟ عشان خاطر كده. فانت يا ابني لو هتعوضها هذا الامر لكن ما تجيش تحرمها وتبقى عليها دين بال 200,000 ولا بال 100,000 وتسد فيها او ابوها وتبقى كذا وتقول قعدها انا مستنيه الحليب او مستنيه الخبز اللي موجود يعني، تمام؟ عشان بس ايه اذا يعني اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، وفي نفس الوقت لا ابخس الناس مش عايز والله اقعدوهم بقى في البدايه يعني ما فيش يكفلوهم الامر ده.